السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيبين. النهاردة في IDF Procedures حلقة ال 24 هنتكلم على الفيفر اوف انون اوريجن، ودي واحدة من الكومن بريزنتيشنز اللي بتيجي لدكتور الانفكشس ديزيزز. وفي الفيفر اوف انون اوريجن كان ليها تعريف قديم اللي هو ان انت الحرارة تكون مرتفعة اكتر من 38.3 لمدة 3 اسابيع واسبوع في الان بيشنت. طبعا الكلام ده اتغير بسبب تقدم الطب، بقى مجرد 3 ايام ان بيشنت او 3 اوت بيشنت فيزيت يكونفيرم الدايجنوزس بتاع الفيفر اوف انون اوريجين. الاسباب كتير قوي، لكن الاسباب الانفكشس اهم حاجه نبقى عارفين ان احنا لازم ناخد ديتيلد هيستوري ان اكزام. العيان لازم يقعد معاك في العياده نص ساعه لساعه الا ربع، بتاخد فيها هيستوري على الاكسبوجرز وايه اللي حصل قبل ما يجي له الفيفر اوف انون اوريجين. ممكن يكون في دواء خده هو ده اللي عمل له الفيفر اوف انون اوريجين، ممكن يكون سافر حته جاله انفكشن، ممكن يكون اكسبوز للانباستورايز ميلك وجاله بروسيلا، ممكن يكون في انيمال اكسبوجر. اهم حاجه الحالات اللي بتجينا البوست كوفيد لازم تعرف التاريخ بتاع العيان. واحد مهندس وكان شغال في الصحراء وشغال في مواقع فكر في فانجل انفكشن، واحد كان اكسبوز للبروسيلا سواء ان هو دكتور بيطري او ان هو شغال في حته فيها انيمالز يبقى فكر في الاكسبوجر بتاعه، واحد كان اكسبوز قبل كده لعيان تيبركلوس يبقى فكر ان هو عنده تيبركلوزس. يبقى دي اهم حاجه من الحاجات اللي نفكر فيها الاكسبوجرز، لان الناس اللي بيجي لهم بوست كوفيد فيفر انون اوريجين بيكون سببها ري اكتيفيشن عاده اوف دورمنت اورجانيزم، فمش هتقدر تشخصها غير بالتست. لو خدت الانيشال هيستوري بعد كده بتعمل المينيمال اف اي او والايفالويشن في اول زياره، اللي بتعمل سي بي سي وبتعمل كيمياء ليفر وكيدني فانكشنز وتوتال بروتينز والبومين وكالسيوم، تعمل بلاد كلتشر فيري امبورتنت، تعمل اتش اي في تيستينج، تعمل ايكو والسيتيهات سيتي شست وابدومين وبلفس عشان تدور على اي لوكالايزد انفكشن او ابسس النمونيا امبايما تكون هي اللي عامله الفيفر ده. لو الانيشال ايفالويشن فشل يبقى في الزياره الثانيه هتعمل الادفانسد اف يو ايفالويشن اللي هتطلب فيه السيرولوجيكال ماركرز بتاعت الاكسبوجرز للريكيتسيا للكيو فيفر للتوبركلوزز، هتعمل كوانتيفيرون للاذر بوسيبل انفكشنز اللي ممكن تكون لينكد للعيان، بلس ان انت بتعمل الاوتو اميون بروفايل عشان لو في اذر نون انفكشس كوزز، وبتعمل الثايرويد بروفايل عشان الثايروتوكسيكوزز اللي ممكن تبقى في الديفرنشال بتاعنا. لو الحاجات دي كلها فشلت المفروض ان انت هتدور ان انت تدي انيشال ايفالويشن بان انت بتدي دوكسيسايكلين وتشوف العيان هيستجيب ولا لا، او لو في اكسبوجر لفانجل انفكشنز بتفكر ان انت تدي فانجل انتي فانجل. احنا عاده في الانتي فانجل ليه عندنا ماركرز اللي هم اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم الجلاكتومنان والبيتا ديجلوكان، لو لقيناهم عاليين بنفكر ان العيان ده اكسبوز لفانجس وهو ده سبب الفيفر اوف انون اوريجين. في نون انفكشس كوزز طبعا اللي هم الكانسرز والاوتو انفلاماتوري ديس اوردرز والجرانيلوماتوس ديزيزز والباسكولار والاندوكرين والهيماتولوجيك والاذر زي السيروز والبنكرياتيتس والاتش ال اتش. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه جايين نقول عليها النهارده ان انت لازم تاخد ديتيل هيستوري عشان تقدر ان انت تشخص العيان. وافتكر هتبعت له بلاد كلتشر، هتبعت له فانجل ماركرز بيتا دي جلوكان وجلاكتومنان، هتبعت البروسيلا وهتبعت الكوانتيفيرون، كل ده على حسب الاكسبوجرز بتاعت العيان. خلي بالك ان عاده العيان لو انت قعدت معاه وقعدت تتكلم وسالته سؤال مهم، تفتكر الاسبوع اللي قبل السخونيه ما تجيلك ايه اللي حصل، ساعات كتير قوي هيقول لك العيان الاجابه وهتقدر تشخصه باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين.